نروح لاحتفالاتنا، واحتفالاتنا بعيد القيامة المجيد، ومجدي يوسف موجود في بروكسل. مجدي، أولا كل سنة وانت طيب. مجدي، مساء الخير يا أستاذ أحمد، وكل سنة وحضرتك طيب ومصر كلها طيبة وبخير يا رب. أولا تحياتي لكل الموجودين عندك، كل أهلنا المصريين الموجودين عندك، قول لهم كل سنة وهم طيبين. والقداس الآن، اتفضل مجدي. طيب، هو أنا في الحقيقة يعني ما سمعتش السؤال بوضوح، ولكن متخيله. عيد عليهم. طيب، احنا موجودين دلوقتي في كنيسة العذراء مريم وماري يوحنا بمدينة أنتورب. مدينة أنتورب هي تاني أكبر مدينة في بلجيكا، وتعتبر العاصمة التانية. في الخلفية زي ما انتم حضراتكم شايفين قداس العيد، وأقباط مصر في بلجيكا ولوكسمبورغ يحتفلون بهذه المناسبة المجيدة. خليني الأول قبل ما أخش في التفاصيل، وقبل ما استضيف ضيف عزيز علينا، خليني الاول بس اقول لحضرتك نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولانيه اني سعاده السفير بدر عبد العاطي، السفير المصري في لدى الاتحاد الاوروبي بلجيكا لوكسمبورغ، وصل الى الكنيسه والى الاقباط رساله تهنئه ورساله من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه العيد. نص هذه الرسالة بيقول: يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأخلص التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيا الله تعالى أن يعيد عليكم بالخير والبركات والسعادة. أتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والازدهار. عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. دي كانت برقية التهنئة اللي وصلها السفير بدر عبد العاطي إلى أقباط مصر في بلجيكا ولوكسمبورغ. بالمقابل هناك رسالة مهمة من أقباط مصر في الخارج حملوني بها وطلبوا مني إني أبلغها لكم، وهي شكر خاص جدا جدا لقناة صدى البلد، وأيضا لرئيس مجلس الإدارة سيادة النائب محمد أبو العنين، لان هم في الحقيقة بيقولوا ان قناة صدى البلد دايما معاهم في كل مناسبة، في كل فرح، في كل حزن، دايما موجودة في كل المناسبات معاهم وفي كل مكان. وبالتالي هم يعني حملوني هذه الرسالة ان انا ابعت بشكر خاص جدا لقناة صدى البلد ولرئيس مجلس الادارة ولحضرتك ولجميع العاملين في قناة صدى البلد على هذه كما قالوا لنا على هذه المشاركة الدائمة في افراحهم. سريعا سانتقل الى ضيف معايا وهو الاستاذ يوسف عبد القادر. اتفضل استاذ يوسف. يوسف عبد القادر هو ممثل الجاليه المصريه في بلجيكا، وجاي النهارده ينقل تحيات وتهاني الجاليه المصريه لاقباط مصر. استاذ يوسف، ازي حضرتك وجاي تقول ايه لاخواتك المصريين هنا؟ اهلا بحضرتك استاذ مجدي، وطبعا اهلا بحضرتك استاذ احمد وبكل الساده المشاهدين. وبالمناسبه دي طبعا بالنيابه عن كل الجاليه المصريه في بلجيكا، نحب نوجه كل التهنئه وعيد سعيد على اخواتنا في الجاليه المصريه من الاقباط في بلجيكا، وايضا لكل اقباط مصر، وخاصه طبعا قداسه البابا توادروس الثاني. ده فرصه سعيده جدا ان احنا بنكون كلنا مع بعض وبنثبت روح المحبه. احنا كمصريين دايما متواجدين في كل مناسبات بعض، ودايما بالنسبة لنا ده عيد لنا كلنا، فدي فرصة جميلة جدا ان احنا كنا متواجدين مع كل اخواتنا في الجالية المصرية في بلجيكا. وكل سنة طيبين ومصر دايما بخير. استاذ يوسف شكرا جزيلا. زي ما حضرتك سمعت يا استاذ احمد، الاستاذ يوسف ممثلا عن الجالية المصرية في بلجيكا. هو نقل هنقل له التحية بتاعت حضرتك، ولكن هو الآن يعني بيتوجه إلى داخل الكنيسة لنقل أيضا تحيات الجالية المصرية باسمه وباسم الجالية
أقباط مصر في المهجر. يمكن ربما بعد قليل هنا ستتم الزفة، زفة الحمل، وهي في الحقيقة يعني طقس كنسي، لأن الطقس في بلجيكا لا يختلف نهائيا عن طقس القداس في مصر، كل شيء تقريبا هو بالظبط. وبالمناسبة حتى يعني لو حضرتك بصيت كده هتلاقي ان الاولاد الصغيرين وامهاتهم وابهاتهم موجودين كعائلات، والولاد لابسة هدوم جديدة وجايبين هدوم العيد، يعني طقسيا هو الطقس نفسه، وايضا حتى العادات والتقاليد هي نفس عاداتنا وتقاليدنا في مصر محتفظين بيها في بلجيكا، وبيعيدوا زي بالظبط ما بيعيدوا في مصر. ربما الاختلاف هو الشعور بالغربة. طبعا العيد في مصر لا يضاهيه عيد في اي مكان ايا كانت هذه الاماكن. اوعى تقول لي اوروبا، واوعى تقول لي امريكا، واوعى تقول لي كندا. العيد في مصر لا يضاهى باي عيد في اي بقعة من المسكونة. عندك فسيخ يا مجدي ولا مفيش فسيخ؟ طيب خليني اقول لحضرتك ان الكنيسه هنا فيها سلم عليهم، هات مجدي والكانتين، الكانتين في الكانتين بالمناسبة بيبيع فسيخ، والفسيخ في الحقيقة جاي كمان من مصر. ف يعني عيد عليهم، عيد عليهم وهم ماشيين جنب، الفسيخ من مصر. عيد عليهم. طيب يعني صدى البلد والاستاذ احمد موسى بنقول لكم كل التحيه، وبنقول لكم كل عام وانتم بخير، كل سنه طيبين ومزايبه العيد. خليني طيب انا هطلع بره الكادر وهنوري برضو لحضرتك التفاصيل. الزفه هتبقى موجوده اهي اللي هتبتدي. كويس. نعم مجدي، عايزين صوته، عايزين صوت يبقى معانا. هو يعني انا ما زلت معاكم الصوت. عايزين الصوت معانا. حضرتك سامعني يا استاذ احمد؟ سامعك. طيب هو بس لا، هي الكنيسه الان في فتره سكون، انما حالا الصوت هيوصل، انما هو الصوت موجود. طيب. انما زي ما حضراتكم شايفين كده، دي الزفه بتاعه الحمل، ودي احدى الطقوس الكنسية، واللي موجود زي ما حضراتكم شايفين في الشاشة هو أبونا موسى، الأب الكاهن لكنيسة العذراء مريم وماري يوحنا بمدينة أنتويرب، ودول الشمامسة والزفة بالكامل. يعني احنا كمان ممكن نحاول نطلع لقدام خالص ونشوف بداية الزفة من أولها وننقلها لحضراتكم على الهواء مباشرة. جانب منا قداس الاحتفال بعيد القيامة المجيد، ومجد يوسف موجود داخل كنيسة العذراء مريم في بلجيكا. زي ما حكوا بتتابعوا معانا على الهواء مباشرة، زي ما حكوا بتتابعوا معانا على الهواء مباشرة. حالا بعد ثواني قليلة هتبتدي الزفة، وزي ما بقول لحضراتكم دي طقس كنسي. ابتدت هي الزفة، بيبتدي بالألحان الكنسية وبيت زي ما حضراتكم سامعين. حتى الزغاريط المصرية برضو موجودة في بلجيكا، لم تختفي. إذن استاذ احمد دي كانت تفاصيل
ثلاث أقباط، بلجيكا ولوكسمبورغ، بيعيد القيامة المجيد وعودة لحضرتك في الاستوديو. شكرا زميل مجدي يوسف، وكل التهنئة لكل المصريين في كل مكان زي ما احنا بنتابع القداس على الهواء مباشرة من بروكسل. ومجدي يوسف بداية القداس والاحتفال بعيد القيامة المجيد كما تتابعوا على الهواء مباشرة. هناخد هذه اللقطات على الهواء ولحظة بدء القداس الآن في كنيسة العذراء مريم في بلجيكا. وطبعا كل التحية ليكم، كل التهنئة لحضراتكم، وبنقول لكم كل سنة وانتم طيبين، واحنا سعداء والله وانتم موجودين معنا على الهواء والزغاريط المصرية والاحتفالات. لو معانا الصوت، لم يبقى معانا الصوت على طول، يا ريت الصوت مهم كمان نبقى متابعين مع